طيب اللي انا تلقت صلاة تانية فيما يتعلق بالإسراء والمعراج ايوه وقيمة ومكانة المسجد الأقصى مرة أخرى. نعم حضرتك أوضحت أنه يعني زيارته ربما ليست بالأمر الواجب ولكنه مطلوب مطلوب مستحب طبعا. مستحب يعني، وفكرة أنه خضوعه تحت الاحتلال ده لا يمنع من الزيارة، لا يمنع من الزيارة والصلاة فيه مضاعفة. لكن هناك دون الحديث في السياسة، ولكن هو برضو شيء بشيء يذكر يعني، البعض بيرى في انه زيارته في هذا التوقيت ربما دعم ايوه للاحتلال. بل بالعكس ده دعم للمقادسة. حضرتك هي القدس دي مش فيها سكان؟ السكان دول مش بياكلوا عيشهم من التجارة ومن الحراك الاجتماعي ده في الأسواق الموجودة في القدس؟ لما احنا مين اللي بيعمل حراك؟ مين اللي بيحرك السوق في مكة لما احنا بنروح نحج؟ مش الحجاج نعم. والمعتمرين اللي جايين يتعملوا المناسك؟ لو ما فيش الحجاج والمعتمرين دول مكة من الناحية الاقتصادية مش هتبقى معتمدة على حاجة، يعني إلا لو في بقى بترول غاز أو حاجة كده، لكن ده بتدخل ملايين ومليانة للمملكة. فلما احنا نعمل حراك سياحي وحركة دينية هناك سواء للمسلمين أو حتى للمسيحيين، ما انت هتدعم المقادسة لأنك هتخلي عجلة الاقتصاد بتاعهم تشتغل، لأن عجلة الاقتصاد لو ما اشتغلتش هيضطروا يسيبوا المكان ويمشي. طب ولما يسيب المكان ويمشي هيحصل إيه؟ هيحل محله صهيوني، فالأرض اللي هي فيها سكانها الأصيلين أصحاب الأرض هيتم إحلال بدلهم الصهاينة. هو حقيقة هناك يعني فلسطينيون كثر يطالبون بذلك، انه فكرة الزيارة والتواصل حتى معهم دي بتديهم دفعة معنوية، لكن على الجانب الآخر زي ما بقول لفضيلتك ربما يرى البعض انه في ذلك تطبيع لعلاقات مع العدو والمحتل، وانه فكرة انه الدخول لابد ان يجب اخذ اذنه وتصريح منه او ما شابه. انا مبسوط جدا بكل يا ريت حضرتك تقول لي كل الاعتراضات اللي بتوجه ونفصصها واحده واحده. اتفضل. ده كلام جميل. ده هو ابرز اعتراض على فكره للمعترضين، يقول لك انت اما تخش ده تطبيع. يعني ايه تطبيع؟ يعني انت بتعترف بالاحتلال. بعترف بيه ازاي يعني؟ يقول لي انت مش بتخش بتاخد على الجواز بتاعك ختم. رقم واحد، مش ضروري ان انت اما تخش تاخد على الجواز ختم. ليه؟ لان انت ممكن تدخل عن طريق الاردن فتدخل من غير اختام على الاطلاق. فرضنا ان لا يمكن انك تدخل الا عن طريق الختم. عندنا قاعده في الشرع بتقول ان يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. يعني مثالها ايه القاعده دي؟ احنا عندنا مش في اللي بيحج او بيعمل عمره وهو محرم لو قص ظفره او شال شعره من شعره بيبقى عليه فديه؟ طب افرض لا قدر الله عمنا المحرم ده ايده لا سمح الله انقطعت، هل بيجب عليه اي فديه؟ ما بيجبش، رغم ان الايد اتقطعت بما عليها من اظافر وشعر. ليه؟ يقول لك اصل يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، يعني لو هو راح يقص ضوافره مخصوص هيبقى عليه الفديه، لكن لما تتشال في التبع يعني مش مقصوده بذاتها يغتفر عنها. طيب اللي داخل ده هل في قلبه تعظيم الصهاينه والتطبيع معاهم واعطائهم مشروعيه، ولا هو دخوله موقوف على الختم ده؟ دخوله موقوف على الختم، يبقى هو ده مما يغتفر تابعا. نعم. عندنا الشفعة في الفقه الإسلامي لا تثبت في الأبنية ولا في الأشجار، تثبت في الأرض. فلما يثبت لي أنا شفعة في أرض تثبت لي الشفعة في أبنيتها وزروعها تابعا، لأنه يغتفر تابعا ما لا يغتفر. نعم. استقلالا. نعم. فقضية التطبيع دي غير واردة وغير صحيحة. ثم أنا أزيدك بقى من الشعر بيتا. نعم. كمان. نعم. هم بيدعوا ان ده محل اجماع من علماء الامه. فضيلة الشيخ محمد وسام وكتابه تحت الطبع واطلعني عليه بصفه شخصيه جمع فيه قرابه 200 شخصيه، اصل مش بيدعوا الاجماع بالمعنى الشرعي، بيقولوا ده اجماع وطني واجماع ديني كمان. جمع 200 شخصيه من القاده السياسيين وقاده الراي العام والمسلمين والمسيحيين وعلماء الدين الإسلامي من المذاهب المختلفة من المصريين وغير المصريين الذين يقولون بمشروعية زيارة القدس ومشروعية زيارة المسجد الأقصى، القدس بوجه عام والمسجد الأقصى بوجه خاص وهي تحت الاحتلال الصهيوني. فأنا بقول لحضرتك أنا لما درست المسألة وجدت مستندات بمنتهى التجرد والموضوعية، وجدت المستندات اللي استند إليها المانعين وحمروا عيونهم قوي وجعلوا المسألة مسألة مفصلة وشنعوا على من ذهب ليحيي هذه القضية في قلوب وأنفس الناس في زمن أوشكت أن تموت فيه واتهموه بالخيانة وبالتطبيع وكذا، وهو مولانا الشيخ علي جمعة بمنتهى الصراحة يعني. نعم.
مجرد مستندات عاطفية لا تقوم في ميزان العلم الصحيح وميزان العلم الدقيق. واعتقد ان فضيلته دخل من الاردن. فضيلته دخل من الاردن بدون اي تأخير وبدون اي شيء. وكان في منتهى الشجاعة او في منتهى الـ 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 يعني الاعتداد برأيه المبني على اسس علمية فلم يلتفت الى سواه. ولعل في تذكير حضرتك برضو لهذه النقاط ما يمكن ان يحرك المهر الراكدة في هذا السياق. والحمد لله دلوقتي في 6000 قبطي راحوا يعملوا الاحتفالات بتاعتهم في القدس. يعني حتى الاقباط كان عندهم تشدد في هذا الملف، التشدد ده اترحرح دلوقتي. 6000 قبطي مصري راح عشان يحضروا الاحتفالات بتاعت المسيحيين هناك في الاراضي في القدس. فهو دعم المقدسه زي ما حضرتك اوضحت ده شيء مطلوب حتى في الظروف الصعبه اللي بتمر بها الاراضي الفلسطينيه.